في أم لبنانية هدفها بالحياة تربي بنتها وتتحدى دول العالم. بسببها العالم العربي سبق المكسيك واليابان. بس كيف معقول مرة لحالها تهزم فريق ياباني كامل؟ مين هي وبشو سبقتهم؟ مرحبا ناس نيوز العربية، معكم كارولين شبطيني، أول امرأة تحصد 3 جينيس وورلد ريكورد بسنة واحدة. من سنين كارولين كانت مرتاحة مادياً، اتزوجت وصار عندها صوفي. لما تدهورت حالتها المادية تعرضت لمشاكل زوجية مدتها 14 سنة، انتهت بالطلاق. طلاق. بعد ما خسرت كل شيء رجعت عند أهلها وبقيت لحالها مع بنتها بدون أي مدخول. بنتي كان عمرها 3 سنين، كان لازم أطلع من الحفرة بقوة. مع الوقت وقفت على إجريها، بلشت من الصفر وتوظفت حتى تعيش بنتها وحالها. رجعت ثقتها بنفسها وصارت تكتشف حالها من أول وجديد. بلشت تهتم بصحتها وتشرب 10 أناني مي باليوم بناءً على نصائح دكتورتها، ولأنه كان لازم تعد الأناني فكانت تحطها بأكياس وتستخدمهم لتعمل شجرة ميلاد صغيرة لبنتها بعيد الميلاد. رفقاتها وزوارها حبوا الشجرة وشجعوها تعمل شيء أكبر. صرت جمع أناني المي اللي كنت أشربها وصاروا كتار، قلت ليش ما ببعتهم لإعادة التدوير وساهم إنه لبنان يضل أخضر. من هون كارولين لقت رسالة ومعنى لحياتها بإنه تروج لثقافة التطوع والتبرع وتجذب الناس يهتموا معها بالبيئة. خبرت الناس إنه بدها تعمل أكبر شجرة ميلاد بالعالم، بس هي ما عندها المال الكافي ولا المواد كلها، فاختارت بذكاء تطلق حملة اسمها جمعوها وما تكبوها. مشاهير السوشيال ميديا نشروا فكرتها، الناس من كل مكان بلبنان صاروا يبعتولها أناني، والجمعيات البيئية والبلدية كلهم ساهموا بأول مشروع إلها بشكة، شجرة ميلاد عملاقة من أناني البلاستيك غلبت فيها مكسيكو بجنس. تاني مشروع إلها هالمرة اشتغلته كله لحالها، عبر عن العيش المشترك بين الأديان بلبنان، وقدرت تنجز هلال عملاق كامل أهدته للإسلام بعيد الفطر. هلال عملاق غلبت في رقم فريق ياباني كامل بعمل مشابه بموسوعة جنس، بس خلصت اتبرعت بالبلاستيك لمؤسسات إسعافية خيرية. أول مشروع للصليب الأحمر والتاني للهلال الأحمر عشان أطفال مرضى السرطان. القصة كبرت كتير برا حدود لبنان، وحتى ترفع معنويات الشعب بعد انفجار بيروت أعلنت عن مشروعها الثالث، والناس من دبي، البحرين والخليج وجمعية جرين كوميونيتي والوطن العربي دعموها بالأناني، واتفقت مع مالك صالة أفراح تعمل أكبر علم لبناني على أرضه. وهاي كانت ثالث مرة بتحصد جائزة بموسوعة جينيس العالمية. كارولين كسرت أرقام قياسية عالمية وقدرت تلاقي حل بيئي يشجع الناس على فكرة إعادة تدوير النفايات بلبنان. كارولين مكسب للوطن العربي، وحالياً عم بتحضر لمشروع عالمي جديد، ومنتمنى إنه تلاقي الرعاية والدعم لتسجل هدفها الرابع بالعالم.